هي ناس قناه راه كاملين الحمد لله. السلام عليكم خوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم نهار الاول في رمضان و 14 يوم رمضان مبارك كريم. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو عند طوفو في كازا بلانكا، كنتي تعرفوا الليمون وكذا. نتبعوا الفيديو حتى الاخر نوريك الطريق منين ندوزو عندو حتى توصلوا ان شاء الله. المهم دابا حنايا الدراري غادي نوصلوا للبقاعه ديال كازا بور. حنا دابا وصلنا لكازا بور، هذه هي كازا بور. نوريكم دابا الطريق باش نمشيو نيشي. المهم هذه هي كازا بور، من هنا تخرج من هذا الباب غتخرج هاد الطاكسيات واقفين هنايا. كاين هاد العمارة هادي ضري يدي اليمين غتشدو الطريق نيشان هادي اليمين، الطريق من هنا غتشوف نيشان باش تخرجو للجامع. راه الجامع فين تيبانسي دوزو. بالنسبة لي مبقاش يجي على رجلي، لا وتوصلتي لكازا بور كاينين الطاكسيات تما كديو بعشرة دراهم بوركو. أنا بغيت نتمشى على رجلي، بغيت نمشي عند الجامع نتصور من تما وعادة غنمشي عندو، فهمت؟ هذاك الشيء على المهم. اللي بغى يمشي في الطاكسي راه كاينين الطاكسي كيديو ب 10 درهم، راه سولته 10 درهم مشى للبوركو. ها هو الجامع وصلنا ليه، عطنا واحد التقطيعات ونوصلوا. خوت ملي تكونوا جايين توصلوا للمارينا، نسيت ما قلت لكمش ملي تكونوا جايين مع كازا بورنيشان توصلوا لواحد البلاصه مكتوبه فيها مارينا بزرق كبيره، طلعوا على يدكم اليسار او يلقاو الطريق مشى نيشان، ثم دوروا على يدكم اليسار وطلعوا نيشان باش تخرجوا للجامع. تخرجوا في الطريق هذه الى الملكيه البحريه لهنا. ها حنا وصلنا للمسجد الاخوان، هذا هو المسجد. هاتشو مع الطريق ليش تبدي الوردو على الطريق ليش هو المسجد. جي بي اس الخوت راه عطنا الضيق، فهمتي؟ بالنسبه لي تلفت ولا شي حاجه نجي حدا الجامع بوركو، راه كاين حدا الجامع. الجامع في جي بي اس يبقى على يدك اليمين من جهه البحر، على يدك اليسار تبان لك بوركو مكتوبه كبيره تما، هذيك هي البلاصه. الاخوان ملي توصلوا للجامع لا موجودش التلفون، غتاخذوا الطاكسي تقولوا له حطكم حدا صيدليه الهجاجمه. صيدليه الهجاجمه راه كاينه ليه في هذه البلاصه هذه، المهم يحطكم في هذه البلاصه ديال البلاصه اللي كنورينا طوفو ملي كان غادي بالموطور. هاي واحد الرومبو هنا، ملي توصل لهذ الرومبو هذه صافي راك نتوما وصلتو هنا. راه هاد الزنقه هادي راه كتدخل، الزنقه الاخرى هي كتدخل، فهمتي؟ هما توصلوا هنايا غتقول لهم صيدليه الهجاجمه، اي حطكم في هذه البلاصه هذه حدا الرومبو هادي، عقلوا عليها راه كبيره هنا، بلاصه كبيره غانشا ندور لكم باش تعرفوا. صافي المهم هادي هي البلاصه هنا، راه تلقاو في هاد الدخله هادي ولا الدخله الاخرى. ملي دخلتو هادي، ملي دخلتو معايا ودرتو على يدكم اليسرى تخرجوا لي، مشيتو مع ديك الزنقة الأخرى نيشان غتخرجو عندو نيشان. خوت كيما قلت ليكم باش ما تلفوش، من الأحسن ملي تصلح ديال الجامع أولا ملي تاخد من كازا بور تاخد طاكسي، قول له حطك حدا ديال الصيدلية الهجاجمة. هاد البلاصة هنا كيما قلت ليكم هاهي الرومبو كبيرة، هنايا كاين واحد المسافة كبيرة، صافي راه كاينة هاد الزنقة كتدخل عندو الزنقة الأخرى. المهم ساهلة القضية، أنا تنحط ليكم لوكاليزاسيون لهاد البلاصة هادي، غنحط ليكم التصويرة ديال لوكاليزاسيون باش تعرفو فين البلاصة بالضبط، باش ملي تدخل مع الزنقة تخرج عندو نيشان. ملي تدخلو مع الزنقة هادي نيشان غتدخلو معاها، راه البلاصة فين كان تيحط العام لي فات شتي، هادي هي هادي، هنا فين كان تيحط العام لي فات، إذا هنا، هنا غتجيو غتلقاو الدنيا مرونة. وما حنا وصلنا للبلايص اللي تيكون فيها، راه الفيلا اللي كيما وريتكم، دخلوا مع الزنيقة هادي نيشان، دخلوا نيشان تتلقاو هنايا، هاهو مكبتة، كنا الليمون الليمون. هاهو طوفو قاعد كيتصور العيمة بنات، ديال البلايص هادي. اول موت صافي احنا وصلنا الكوش عند طوفو، هو اخر نقطه اللي عندي في الفيديو اللي خص الليمون يجي عند طوفو. تحية خاي مهدي، الله يكبروك عزك وعواشر مروكا، ومرحبا بكم ألف مرحبا. مرحبا مرحبا ألف مرحبا، تحية ناس قنيطرة كاملين الحمد لله. احنا خدينا قرعة مع الطوفو، وهي طوفو دابا نمشيو نشدو الدراري ونمشيو نرجعو لقنيطرة إن شاء الله. مرة أخرى غادي نعاودو نرجعو عندو في الموطور. المهم الخوت احنا رجعنا للكاع، باش كنا عارفين الطاكسي اللي هنايا راه تيديو يديك 15 درهم مشي لتما، نيشان 15 درهم مكسوب. هادي هي مزيانة باش تجي في التران، تجي في كازا بور هنا، تشد الطاكسي يا تما وتلقاهم واقفين، قول له بوركون، قول له هذيك السيدة اللي تلهجاج مالي قلت لكم، صافي يحطكم تما طلعوا مع الطلعة الأولى الثانية، رانا نحط لك لوكاليزاسيون هاد شو عندو نيشان، ملي تكون راجع عاوتاني شد الطاكسي من تما يجيبك 15 درهم حتى لهنا. المهم هنا غيكون سالينا الخوت، إن شاء الله شي فلوق جديد عاوتاني مع شي، نمشيو هاد المرحبا هاد المرة.